صوت ودي طلعها 100 ميجا مش 125 درجه سيئه عشان الحراره بالظبط. عشان كده سيمز لما اتدخل الموديول زياده تعال عشان كده. اهلا وسهلا بحضرتك سياده الرئيس في غرفه التحكم الرئيسيه لمحطه كهرباء غرب اسيوط. حضرتك يا فندم المهندس محمد عبد الموجود المهندس المسؤول يا فندم عن ورديه تشغيل المحطه. اسمح لي حضرتك يا فندم ان اقدم عرض موجز عن محطه كهرباء اسيوط. المحطه يا فندم حضرتك عندنا بتتكون من 8 تربينات غازيه قدره كل تربينه 125 ميجا واط باجمالي قدرات 1000 ميجا واط يا فندم. يتم اضافتها حضرتك لدعم الشبكه الكهربائيه لكهرباء مصر الشبكه القوميه لكهرباء مصر يا فندم. حضرتك عندي يا فندم المحطة مزودة بمستودعات لتخزين الوقود بإجمالي سعة 40,000 متر مكعب. في عندي حضرتك مجموعتين من التربينات. في عندي مجموعة الأولى بتشمل وحدات 1 و2 و3 و4 ودي حضرتك اللي أنا محمل بيها دلوقتي على الشبكة طبقا لطلب التحكم القومي المسؤول عن إدارة وتشغيل الشبكة الموحدة يا فندم. في عندي حضرتك الوحدات 5 و6 و7 و8 دي وحدات فعالة احتياطي تشغيل يا فندم يتم تشغيلها طبقا لتعليمات التحكم القومي. في عندي حضرتك التربينات الغازيه يا فندم بتنقسم لنوعين، في تربينات بتعمل بنظام الدوره البسيطه وتربينات بتعمل بنظام الدوره المركبه. حضرتك المحطه حاليا بتعمل بنظام الدوره البسيطه وجاري حاليا استكمال اعمال الانشاءات المدنيه لتحويل يا فندم المحطه للعمل بنظام الدوره المركبه. مميزات الدوره المركبه يا فندم ان بيتم اضافه 500 ميجا واط للشبكه قوميه لكهرباء مصر بدون استخدام وقود يا فندم، عن طريق ان انا بستغل العادم الخارج من الاحتراق الداخلي للتربينات الغازية وبدخله على غليات حضرتك وبستغل البخار الناتج من الغليات ده بدور عدد 2 توربين بخاري بقدرة 500 ميجا واط. عند حضرتك هنا في غرفة التحكم الرئيسية بيتم تشغيل التربينات الغازية للمحطة عن طريق المشغلين الموجودين عند حضرتك على الشاشات. المشغل ده يا فندم قدامه الشاشة بيتم من خلالها التحكم آلي في تشغيل التربينة. وعند حضرتك بينزل أي عطل فني بيظهر عندي على الشاشة بيقوم المشغل الموجود حضرتك يا فندم بمتابعة بعض الزملاء الموجودين في الموقع للعمل على حل العطل لاستقرار الشبكة الموحدة. عندي حضرتك يا فندم التربينه الغازيه بتتكون من عده اجزاء ومجموعه مساعدات ليها. في عندي حضرتك هنا التربينه رقم 1. في عندي يا فندم هنا ده موتور الدورات البطيئه. موتور الدورات البطيئه ده يا فندم بيتم استخدامه بعد الخروج بالوحده لتكون حراره عمود التربينه عاليه فبيتم عمل تبريد تدريجي لحراره العمود لحد ما اوصل لسرعه الصفر او سرعه الثبات بعد 14 ساعه يا فندم. في عندي حضرتك هنا ده موتور بدء الحركه لتشغيل التربينه. في حضرتك التربينه لما بتكون عند سرعه الثبات وبحتاج ان انا اشغلها فببدا بشغل الموتور ده جهد 6.6 كيلو بيفضل معايا حضرتك لحد 60% من السرعه وبعد كده التربينه بتقدر تعتمد على نفسها عن طريق عمليه الاحتراق الداخلي اللي شغاله في الغرف. عندي حضرتك يا فندم بيتم عمليه الاحتراق الداخلي عن اضافه كميه من الوقود مع كميه مناسبه من الهواء. بيتم تدفيع الوقود يا فندم للتربينه الغازيه عن طريق طرمبات سحب موجوده عند مستودعات التخزين. عندي حضرتك بيجي الوقود بيعدي على فلاتر وبيوصل عندي هنا دي الطرمبه الميكانيكيه يا فندم بتاخد حركتها من سرعه دوران عمود التربينه وبيتم ضخ الوقود لغرف الاحتراق الموجوده على التربينه. في عندي حضرتك التربينه دي عليها ضغط هواء مكون من 17 مرحله بيتم ضغط الهواء بضغط 10 بار وحراره 370 درجه لغرف الاحتراق الموجوده عندي على التربينه يا فندم. عندي حضرتك في 14 غرفة حريق موجودة عندي هنا 4 كاشف لهب يا فندم بيؤكد ان في دلوقتي اشتعال تام بيتم داخل التربينة موجودين على غرف الاحتراق رقم 4 و5 و10 و11 حضرتك على اساس يشمل ال 14 غرفة حريق. ضغط الهواء يا فندم موضوع عليه حماية عن طريق 4 بلوف، 4 بلوف الاستنزاف دول حضرتك بيتم عن طريقهم ان انا بخرج الهواء في بداية تشغيل الوحدة لان مش محتاج كمية الهواء كلها فبخرجه عن طريق المداخن يا فندم ومجرد ان انا بعمل توافق مع الشبكة اوتوماتيك الاربع بلوف دول بيقفله لان انا محتاج كل كمية الهواء في الحريق الموجود عندي داخل التربينة. عندي حضرتك التربينة دي بتتكون يا فندم من 3 مراحل. في المرحلة ان هي دي اللي هي مرحلة العادم المتصلة حضرتك عن طريق المداخن بيتم من خلالها خروج العادم حضرتك للجو. العادم ده يا فندم اللي انا بستغله بعدين ان شاء الله في المرحلة التانية من المشروع ان انا بدخله في نظام الدورة المركبة وشغل بيه حضرتك التربينات البخارية الموجودة عندي. في يا فندم عندي حضرتك هنا
ده المولد. المولد بتاعي يا فندم بيتم من خلاله تحويل الطاقه الميكانيكيه او الحركيه الناتجه عن دوران عمود التربينه الى طاقه كهربائيه. خارج المولد ده يا فندم 15 كيلو فولت. المولد حضرتك بعد ما بخرج من خلاله الكهرباء بدخلها دلوقتي على المحول الرئيسي للوحده. المحول الرئيسي ده يا فندم بيتم من خلاله رفع رفع الجهد الخارج من المولد من 15 ل 220 كيلو فولت اللي هو جهد الشبكه الموحده لكهرباء مصر. عندي حضرتك هنا يا فندم دلوقتي انا متصل بالشبكه القوميه لكهرباء مصر عن طريق ست دوائر ربط جهد 220 كيلو فولت يا فندم. شكرا حضرتك. درس جامد. ده شرح ممتاز. شرح ممتاز. شكرا. شكرين. شكرين يا شباب. شكرين. السلام عليكم.